إحالة قرار السيد رئيس الجمهورية بالاتفاقية الدولية المرافقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة الإقرار. أين هي الاتفاقية المرافقة؟ هذه واحدة. الثانية، قيل أن هناك خشية من نشر بنود الاتفاقية على الرأي العام. الشعب يا سيدي الرئيس، أدرس السادة النواب المحترمين، هو المدين في هذه الاتفاقية. أليس من أبسط حقوق المدين أن يعلم ما هي شروط الدين؟ أليس من حق وكلاء هذا المدين أن يعلموا ما هي شروط هذا الدين؟ للأسف ما يعرض علينا الآن هو مجرد استيفاء الشكل حتى نمرر مثل هذه الاتفاقية. سيد الرئيس، الاتفاقية وفقا لما ورد في المذكرة الإضاحية